وتكريما ليه على اللي عمله ده، السادات شاله من منصبه وعينه سفير في بريطانيا وبعدها البرتغال. لكن بعد معاهدة كامب ديفيد قام طالع في التلفزيون وهاجم السادات وقال انا هشوف اي دولة اعمل عندها لجوء سياسي، وساب وزارة الخارجية وراح الجزائر وعاش فيها بقية حياته. لكن بمجرد انه نشر مذكراته اللي كان بيحكي فيها كل حاجة اتحكم عليه ب3 سنين غيابي. ده حتى لما حس انه خلاص لازم يرجع مصر استقبلوه في المطار وشالوا وخدوا منه كل الاوسمة اللي خدها، وقعد شوية في السجن. بعد كده طلع راح على القرية اللي اتولد فيها لحد ما تيجي سنة 2011 وينتقل لرفيقه الأعلى الجنرال سعد الدين الشاذلي. دي كانت حكايته، والأهم حكايتك انت.